السلام عليكم. سنحاول اليوم أن نتعرف على مكونات الحاسبة وكذلك نظام التشغيل للويندوز 7 والذي تم إصداره من قبل شركة مايكروسوفت. بالنسبة لأجزاء الحاسبة، أي حاسبة تتكون من جزئين: الأجزاء المادية الهاردوير والأجزاء البرمجية السوفتوير. ما الذي نقصده بالأجزاء المادية؟ الأجزاء المادية الهاردوير تشمل كل القطع الملموسة والتي تتكون منها الحاسبة، كانت سواء كانت هذه الحاسبة منضدية ديسكتوب أو لابتوب. فبالتالي لكي نتعرف على هذه الأجزاء المادية سوف نحاول أن نستعرض بعضها. أولا فلنستعرض المونيتور. ما هو المونيتور؟ وهي أداة العرض المرئية، وطبعا أشكالها وأحجامها اختلفت، فالأحجام تبدأ من 7 وأكو طبعا إنش، وأكو أيضا 10 و12 و13 و15 و19 إلى آخره. فمثلا من الأجزاء هذه الأشكال، مثلا هنا مثلا نشوف عندنا هنا مثلا هاي الاعتيادية المسطحة الـ LED، هاي الـ LTC، هنا المقوسة، هنا حتى لو نشوف الـ Resolution كل وحدة، يعني من ننتبه مع الـ LCD مع Resolution مع صورة يعني ضعيف أو بسيط، والـ LCD الأقدم أيضا، الـ CRT والـ BC CRT الوضوح حسب الصور أفضل وضوحا. طبعا هنا هذا يهم، من لازم تشتري حاسبة والغرض من عندها، إن كان فقط لأغراض التصفح أو لأغراض المونتاج. فإن كانت حاسبة ذات مواصفات بسيطة أكيد ما راح ترهم لأغراض المونتاج ولأغراض الألعاب، فبالتالي يجب أن يكون كارت الشاشة قوي. هذه أيضا بعض الأشكال القديمة للشاشة. أوكي، طبعا نحب بس ننوه هنا المسطحة إنه الصور اللي تظهر أمامنا هي حق إلى صاحبها، وإن ظهرت أي علامة تجارية هو ليست هناك أي دعاية لهذه العلامة التجارية، فقط لأغراض التوضيح. أيضا بالنسبة أيضا الأجزاء الهاردوير عندنا الكيبورد. الكيبورد وهي الأداة الرئيسية لإدخال البيانات إلى الحاسبة، وكما نلاحظ أمامنا حتى أشكال الكيبورد تختلف من واحد إلى آخر. هذا الاختلاف يرجع على أساس الغرض أيضا من الكيبورد. إن كان هذا الكيبورد لأغراض خلينا نقول الألعاب، لأغراض الطباعة، أو لأغراض يعني ساينتفك علمية أو إلى آخره، يعني إحنا حسب مثل ما قلنا حسب طبيعة العمل، فمرات تحتاج كيبورد متخصص في يعني شغل بفد أزرار معينة. أوكي، ومن الممكن أن يكون الكيبورد بسيط، يعني مثلا هسه هذا هو الكيبورد، هذا مثلا الكيبوردات البسيطة، هذا يعني على شكل ممكن أن تحفظه من خلال ثانية. هنا هذا مثلا هذا بسيط جدا، وبنفس الوقت بهنا باد. أوكي، هذا أيضا متخصص، هذا كيبورد متخصص لبعض الأعمال العلمية. فإذا هو واحد من أفضل أو الأداة الرئيسية لإدخال البيانات إلى الحاسبة. أيضا من الأجزاء المادية للحاسبة الهاردوير هي الماوس. أيضا الماوس اختلف، هذا هو الشكل التقليدي للماوس، هذا هو الشكل التقليدي للماوس، لكن ظهرت العديد من الأشكال حسب أيضا احتياجات الشخص. يعني مثلا هنا هذا الماوس هو لأغراض الألعاب، متخصص لأغراض الألعاب، هذا ممكن هذا البسيط اللي نستخدم الغالبية اللي هو لأغراض التصفح وال يعني التصفح البيج أو تصفح مثلا ملفات البي دي اف أو إلى آخره. هاي من الأشكال الحديثة للماوس، وهو هذا الشكل أنتجته شركة مايكروسوفت والمتخصصة في الأنظمة. أيضا السماعات أو سبيكرز تستخدم أيضا كأداة إخراج اللي هي عرض الصوت وتضخيمه. أيضا اختلفت أشكال سبيكر مع التقدم ومع الاحتياجات، إن كان نحتاج إنه صوت محيطي، إن كان الصوت مجسم،
أيضا لأغراض الألعاب نحتاج أيضا سماعات ذات تجسيم للصوت، لكي يعني أو إذا كانت مثلا لأغراض العرض في المؤتمرات، فبالتالي نحتاج مثلا سبيكرات ذات إمكانيات قوية. فلهذا نجد الكثير من الأنواع، وتختلف أحجامها وأسعارها حسب الغرض منها. أيضا عندنا الكيس، الحافظة، الكيس وهي العلبة التي تحمل كل القطع الداخلية للحاسبة الأم، مثل المذربورد، القرص الصلب اللي هو الهارد ديسك، الأقراص يعني مضبوطة اللي هو سي دي درايف، كارت الشاشة البي جي اي كارد إلى آخره. كل هاي الأشياء حتكون محفوظة في داخل هذا الكيس. وأيضا اختلف الكيس، بدأت الاختلافات فيه، وأيضا لغرض حسب الغرض اللي أنت تريد تستخدمه. فمثلا بالكيس الحديث أصبح هناك نظام تبريد إن كنت تحتاج مثلا يعني شغلات يعني استخدام القوي الهيفي، فبالتالي تحتاج إلى نظام تبريد لكي تستطيع أن يعمل لساعات متواصلة دون حدوث أي مشاكل. عندنا مزود الطاقة أو القدرة اللي هو اليو بي اس، وهو معروف أنه هو زود الحاسبة المستقرة وحمايتها من التذبذب. طبعا هاي اللي هسه احنا حكيناها بعض من الهاردوير، اوكي، بعض الاجزاء الماديه الملموسه اللي هو للهاردوير. اما اذا نجي نتكلم على نظام الويندو 7، كما تلاحظون هذا هو شكل نظام الويندو 7. من نجي نبرع عليه، هذه ما تعرف الايكونز، الايقونات الموجوده على سطح المكتب. ها هنا هو قائمة البدل الستار. هذه البرامج تعرف بالبرامج الوصول السريع، وهذا الشريط يسمى الابليكيشن بار، أو ما يعرف بشريط التطبيقات، أو أيضا يسمى بالتاسك بار. ها هنا أيضا يعني من هنا نتعرف على الوقت، السماعة، مستوى الصوت، الواي فاي إن كان متصل إلى آخره، وكذلك بالنسبة للبطارية. كما قلنا هذه هي الايقونات. لكن طبعا الايقون من نجي هسه الايقون اكو عندنا ثلاثة انواع راح نتعرف عليها بالنسبه لنا، انواع الايقون تايبس اوف ايقون. اول واحد اللي هو الفايل، يؤدي الضغط على يعني ايقونه الملف الى بدء عمليه ببرنامج معين. مثلا انت تريد تعرض صوره او تشغل اغنيه او الى اخره، ضغطتين دبل كليك، نتعرف على دبل كليك مثل ما قلنا هو التعرف، وهي شغلات بسيطة نتعرف عليها راح يعمل الايكون. فلنفرض أمامنا هسه هذه الايكونات، هنا هذه الايكونات. طبعا الايكونات يعني تختلف أشكالها حسب البرنامج اللي أنت تستخدمه. يعني مثلا هسه هذا هو الايكون المن الأكروبات ريدر من اللي نستخدمه كبي دي اف، هذا الأوفيس، أوكي، إن كان أكسل أو إن كان وورد. وهنا مثلا تطبيق للتشغيل مثلا أي أغنية مثلا اللي هو ميديا بلاير، اللي أيضا راح نتعرف عليه. طبعا نريد نشغل أي واحد، فقط دبل كليك على هذا الفايل راح يعمل، أوكي. طبعا هذا هي مثلا، أوكي، هذا بالنسبة للآيكون. عندنا الفولدر هو هذا الموجود أمامكم. السجل عبارة عن حافظة تضم في داخلها سجلات وملفات، يؤدي الضغط عليها للدخول إلى قائمتها واستعراض ما في تحتها، يعني ما تحتوي. وهذا ما شفناه سأل من سويت دبل كليك عليها ضغطت، ظهرت عندي جميع الملفات المحفوظة في هذا الملف، أوكي، أو الفايل أسف. الوصول المباشر، عندما نجد أي آيكون عليه هذا السهم، هذا يفهمنا أنه هذا هو عبارة عن برنامج موجود في مكان ما، تم تنصيبه في مكان ما من الحاسبة، فتوجد إلى شورت كات ها هنا لكي نستطيع سهولة الوصول إليه. فعند الضغط على هذا البرنامج أو هذا البرنامج مباشرة راح يعني كأنه يستدعيه
ويتم العمل. فعند الضغط هنا على جوجل كروم، انتظر قليلا، راح يبدي البرنامج بعمل عمل. قبل قلنا هو دبل كليك، اوكي دبل كليك لعمل هذا البرنامج. ليه؟ مثل ما قلنا هو موجود اصلا في حافظة بعيدة، فعند استدعاء من خلال الضغط عليه سوف يعمل البرنامج. اختيارات سطح المكتب، عندما نحرك الماوس امامنا ونضغط بالكليك الايمن سوف تظهر لنا قائمة. هذه القائمة تفيدنا في مجموعة من الأعمال. أول واحد ريفيو، عندما نقف عليها راح تظهر لنا مجموعة من الخيارات: لارج ايكون، ميديوم ايكون، سمول ايكون، اوتو رينج ايكون الى اخره. الغرض من عندها التحكم بالايقونات الموجودة على سطح المكتب. فلنفرض اني اختاريت لارج ايكون، نجد انه حجم الايقونات قد تغير. اوكي هنا نقدر رجعة للحجم السمول. هنا مثلا أنا إذا شريتها هذا اللي هو Auto Arrange Icon اللي هو الغرض من عنده يعني يكون تعديل هذه الإيقونات بشكل أوتوماتيك حسب مثلا أسماء أو حسب حسب أسماء حسب التواريخ، هسه حنعرف شلون نسويها اللي أنا رايدها. أيضا Sort By اللي هو مثل ما قلنا هنا أنا من أريد أجي أحاول أرتب هذه الايقونات من ممكن ارتبها حسب النيم، حسب السايز، الايتم تايب والديتا. يعني شو وقت اني نصبت هذا البرنامج. الريفرش عندما مثلا اني احتاج نقوم باعاده توليد الصوره على الشاشه بين قوسين، يعني مثلا اني عندي صارت اشكاليه حسيت الحاسبه ثقلت مثل ما نقول بالعاميه، فاحاول اسوي لها مثلا ريفرش على مود انشر الحاسبه. ايضا نرجع هنا نيو، هو نيو هنا جديد تستخدم لخلق سجل جديد مثلا نيو فولدر لحفظ ملفات بداخله او شورت كات جديد او مثلا مايكروسوفت اكسس. انا احتاج مثلا كونتينت اي شيء اريد اسوي جديد اقدر من خلال هذه يعني هذا الاعاز اللي هو ايش نيو. سكرين ريزوليوشن، هذا سكرين ريزوليوشن هنا هي اللي هو دقه الشاشه، تستخدم لتغيير دقة الشاشة بتغيير قيمة حقل الدقة الموجود بها. مثلا سأنا ضغطت هنا هنا حتظهر لي خلينا نقول مالت دقة الشاشة حسب مقدرة كارت الشاشة الموجود في الداخل. اوكي ايضا عندنا الادوات اللي هي تستخدم اكو مثلا عندنا هذا اللي هو تستخدم ايش مثلا هذه خلينا نسميها انا احب اخلي في الايقونه الموجوده على سطح المكتب مباشره اتعرف على الوقت او اتعرف على الوذر او الى اخره. انا محتاج اخلي فحت كل هنا هي اداه معينه، فالغرض من عندها مثل ما قلنا هو يعني جماليه لا اكثر ولا اقل، لان اكبر دليل انه مايكروسوفت تخلت عنها رغم هي هواي من عندها تطبيقات الطرف الثالث تخلت عنها بالويندوز 10. التخصيص، هذا هو التخصيص اللي هو الغرض من عندها لتغيير خلفية الشاشة الباك جراوند ووقت التشغيل البرنامج السكن سيفر الى اخره. فعند الضغط عليه حتظهر لنا هاي ما تشوفون امامكم. فلنفرض احنا اريد مثلا اريد اغير الثيم، وين الثيم؟ هذا هي الثيم، عندي ست ثيمات هنا اريد اغيرها. عند الضغط عليه مره واحده اوكي راح يتغير الثيم اللي موجود بالخلفيه. هذا بالنسبه للثيم. اما اذا اريد انا اغير ديسكتوب باك جراوند، الفرق بيناته هنا مثلا انا ادخل صوره من هذا الثيم او اخلي مجموعه صور، بالاضافه الى انه انا مثلا اريد ما ادخل ثوب، انا اخلي مثلا فيت. انت بس ايش راح يصير؟ خليت الصوره فيت وهنا صار عندي مثل الحواف السوداء. اني اوكي لا ايد الصوره مثلا تكون مثلا اللي هو مجموعه صور مقسمه اذا كانت تسمح لي الصوره بالتقسيم. اوكي رجعها للاصل. هنا اني مثلا اريد انه هاي الصوره تتغير كل 30 دقيقه، او اني مثلا اريدها كل 10 ثواني او كل 3 دقائق الى اخره. ومن هنا اني احفظ التغيير اللي قمت به. هذا بالنسبة للخلفية الشاشة. أيضا عندنا ما يعرف بالسكرين سيفر.
بالضغط عليها. وهذا شنو معناته؟ انت مثلا تترك الحاسبه لفتره من الوقت، هي بشكل عام حتسوي سليب اذا ما استخدمتها، مثلا تخيل انه تسوي سليب بعد 3 دقائق، فبالتالي ورا 3 دقائق راح خلينا نسميها اوكي الشاشه تسود، لان على اساس انه يعني حفظ بطاريه والى اخره. بس انا مثلا لا اريد انه اول ما اخليها 3 دقائق اتركها راح يظهر لي خلينا نقول هذا الشيء مثلا ويندوز 7، بحيث انه تظل من هي سليب وعلى وضعيه سليب حيكون ايش هذا خلينا نقول ال 3 دي تكست يشتغل. او مثلا بابلز مثلا فقاعات، انا تبقى الشاشه تقريبا الرئيسيه ولكن تظهر هذه الفقاعات هسه تشوفون امامكم هذه الفقاعات. طبعا من هنا هو السيتنج الخاص بها، اوكي السيتنج الخاص بها والبريفيو اذا اريد اشوفه ايش قد انا تبقى انه يلا تظهر لمده دقيقه، او يعني ازيدها اقدر من هنا اقدر ازيد عدد دقائق، ومن ثم انطي ايش ابلاي ومن ثم اوكي. ايضا انا حتى اكو ما يعرف بال ديسكتوب ايكونز، هاي الايكونز هي الايكونز الرئيسيه اللي تظهر هنا مثل ما تشوفوها. اذا كنت اريد اخفي اي ايكونز من هذولا مباشره اوخر خلينا نقول الصح من هنا وشنطي ابلاي ومن ثم اوكي، راح تختفي هذه الايقونات اللي كمبيوتر يوزر فايل نتورك راح تختفي من على الديسك توب. هاي طبعا احنا عند الفرمت انت ما راح تلقيها موجوده، فلهذا انت تفوت على الخصائص ومن ثم تذهب الى تشينج ديسك توب ايكونز وتفعلها، تخلي من خلال وضع علامه صح فتظهر لديك على سطح المكتب. قائمة الابدأ واللي هي ستارت، انت تضغط على هذه القائمة يعني سوف تظهر لدينا جميع البرامج المثبتة في هذه الحاسبة، وفتوفر لي إمكانية الوصول إلى أماكن مختلفة من الحاسبة اللي هو الكمبيوتر، ماي دوكيومنت، لوحة السيطرة، الكنترول بانل، كلها من هنا. يعني ما أحتاج مثلا يعني كمبيوتر، جيمز، كنترول باد، ديفايس أند برينتر، كلها تقدر توصلها من هنا، بالإضافة إلى جميع البرامج الموجودة في حاسبتك. طبعا إطفاء الحاسبة هو من خلال الشت داون، فقط نضغط على الشت داون راح تنطفي. أما إذا كنت أريد أنه إعادة تشغيل فمن خلال الريستارت، السليب اللي هو القيلولة مثل ما يقولون والتي تعمل على تقليص استهلاك الطاقة الكهربائية دون إطفاء الحاسبة، مثل ما نتركها إحنا لفترة زمنية. وأيضا هنا عندي اللي هو هيبرنيت اللي هو السبات واللي تعمل على خزن النوافذ المفتوحة عند إطفاء الحاسبة. أما السويتش يوزر، هاي مثلا أنا أريد أغير في حال وجود أكثر من مستخدم في نفس الحاسبة، فأقدر أتنقل ما بين هذول المستخدمين من خلال السويتش يوزر اللي هو استبدال المستخدم في نفس القائمة اللي هي هاي أعلى، أوكي الموجودة وعلى أساسها. بشكل عام احنا نقدر هنا القرص الصلب ومحتوياته نقدر نوصل له من خلال ماي كمبيوتر. بالذهاب الى ماي كمبيوتر والضغط عليها راح يظهر مجموعه البارتيشنات الموجوده وين في هذه الحاسبه، وكذلك حجم كل بارتيشن. يعني انا عندي مثلا 121 جيجا بايت، هنا 131، هنا 211، وهاي طبعا كل بارتيشن لها يعني اسم معين و يعني للتمييز وكذلك لحفظ الفايلات بداخله. من العمليات المختلفه اللي تصير عندنا عند التنقل يعني بالفايلات، يعني لنفرض انا هسه دخلت على السي اللي هو بي مثل ما يقولون الرئيسي، اوكي رحت مثلا هسه على اي واحد، لنفرض رحت على الويندوز. شوف انتبه هنا ايش دا يتفعل عندي، دا يتفعل عندي هنا العوده باك تو لوكال ديسك اللي هو السي، اوكي مثلا ايضا دبل كليك دخلنا هنا بعدين تراجعت خطوه. شوف شنو يتفعل، يتفعل هنا فورورد تو ابس كومباكت. يعني اذا بين قوسين عند يعني عند التقدم يتفعل عند خيار الرجعه اذا ترجع خطوه واحده، او خيار التقدم اذا كنت مثلا رجعت، فبالتالي ايضا نبهت انت من الممكن ترجع من خلال السهم الى
يعني إلى آخره، نقول الخطوة السابقة. أما إذا ضغطنا على هذا السهم الصغير راح يظهر لنا جميع الخطوات اللي أنت اشتغلتها، فبالتالي سأنا مباشرة أقدر أضغط هنا حتى رأسا أرجع لللوكال ديسك سي، ما أحتاج أظل أضغط من باك 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 حتى أرجع شنو مباشرة، فقط أضغط هنا رجع لي وين للويندو لوكال ديسك اللي هو السي. هاي من الشغلات المهمة للتنقل، يعني احنا نسميه اكثر من خطوة، اوكي، للتنقل في اكثر من خطوة. راح نحاول نتعرف اليوم على كيفية مثلا ايضا انشاء سجل جديد نيو فولدر. ما مثل ما قلنا احنا كليك ايمن راح تظهر لنا هذه القائمة، ومن ثم نيو، ومن ثم نقول له فولدر. هنا طبعا اول ما سوينا هذا الفولدر ظهرت لنا هنا الكتابة نيو فولدر باللغة الانجليزية، وايضا يعني مظللة خلينا نسميها، لان حتى يطلب ما عندك في حالة اذا تحب ان انت تغير التسمية، اوكي، في حالة اذا انت تحب تغير التسمية. فبالتالي من الممكن نكتب اي تسمية، مثلا الحاسبات، اوكي، الحاسبات، يعني نريد نسوي فد فولدر خاص يبي مثلا المحاضرة الحاسبات، اوكي. هسه انا والله لما سويت هذا الفولدر هسه انا شريط وعرفنا شلون نغير التسمية، اوكي، زين اذا ردت بعدين ايضا يعني نغير التسمية من جديد، مثلا انا كتبت الحاسبات قلت لا اوكي خلي اشيل ال التعميم، فشلون اغير التسمية؟ كليك ايمن رينيم، نرجع هسه من هنا ونغير التسمية، اوكي، حاسبات، خلينا نقول ونكتب مرحلة اولى، اوكي. هاي احنا سوينا هسه اعادة التسمية، تغيير اسم السجل او الملف او اعادة التسمية، اوكي. هسه النسخ ملف او سجل شلون نجي؟ هنا انا من اريد انسخ اي شيء، مثلا اروح مثلا هسه انا هنا عندي شغلات احب انسخها، اوكي، الى هذا الفولدر، فش راح اسوي؟ كليك ايمن كوبي، نذهب الى الفولدر اللي انا ارغب في عمل الى لصق، فكليك ايمن ومن ثم لصق. فبالتالي نفتح هذا راح نجد انه الملف اللي الفايل اللي اخذناه لصق هنا ودخل في هذا الملف. ايضا زين اذا اريد مجموعه اقدر طريقتين، أظل ضاغط على الكليك الأيسر للماوس ونحركه، فسحددنا آني حددت ثلاث فايلات، كليك أيمن أيضا كوبي ونوديها هنا، نضغط يعني على الملف اللي نروح عليه، كليك أيمن بعد تبغى حصل عندي الشغلة بيست. شوف هنا أنا يقولي أوكي، مو أنت عندك هذا الفايل الدوكيومنت موجود هنا، هل انت تريد كوبي ار ريبليس؟ لو اوكي ما تدي تسوي تون كوبي، اذا قلت له كوبي ار ريبليس راح يخلي هذا الفايل الجديد فوق القديم، او اذا قلت له دوت كوبي اذا معناته انه ما راح يسوي له نسخ، بس انا حختار هذا لان انا متاكد انه الملف الموجود هنا هو نفسه، فبالتالي اقول له لا اوكي خذها كلها وديها. ايضا من الطرق انه كتر، اضغط على الكتر الموجوده بالكيبورد ومن ثم بالماوس احدد، بعدين شو اقول له؟ كليك ايمن كوبي. هاي من الطرق الاخرى لعمليه نقل الملفات. طبعا اما اذا ردت هاي طبعا النسخ، اما اذا ردت انه هذا الملف انقله وبشكل نهائي، فشلون انقله؟ شو اقول له؟ كليك ايمن كات، اوكي، شفتوا شلون حتى صار مثل الشادو، واروح على المكان اللي اريد اوديه يعني انقله اليه، فراح اقول له هنا سيتست، شوفوا هنا اختفى وين ظهر، هسه هو موجود هنا في حاسب، يعني في الفولدر الخاص بحاسبات مرحله اولى، اوكي. المسح يعني هسه مثلا انا اذا امسح اي فايل موجود هنا انا ما محتاج هذا الفايل ايضا امسحه، فشلون اجي امسحه؟ اقف على الفايل
اللي احتاج مسحه، ومن ثم كليك ايمن اوكي. شو اقول له؟ ديليت، مباشره راح يمسح هذا الفايل ويذهب وين؟ الى ريسايكل بين. اقول له ديليت، يس، نبهني انه انت راح تمسح ترى فايل، فوين راح هسه؟ هو للريسايكل بين. نتاكد انه هو موجود بالريسايكل بين. نعم هي هو موجود بالريسايكل بين. زين اوكي، اذا انا حبيت ارجع هذا الفايل لمكان يجوز انا بالغلط مسحته، فبالتالي ايضا اذهب الى ريسايكل بين، دبل كليك، اقف عليه، كليك ايمن اوكي، اقول له كات ورجعه، كليك ايمن هنا رجعته المكان. اما لغرض تنظيف هذا الريسايكل بين، اقف عليها، كليك ايمن، ومن ثم امتي ريسايكل بين. طبعا هناك العديد من البرامج الملحقه اللي وضعتها مايكروسوفت، ان كان مثلا بالويندوز 7، ان كان بالاكس بي او الى بالويندوز 10، العديد من هاي البرامج بعضها تم تطويره وموجود لحد الان بالويندوز 10، وبعضها لغة تقريبا يعني ما موجود. هسه نجي من البرامج الملحقه، اول واحد مشغل وسائط الصوت والفيديو الخاص بالويندوز اللي هو ويندوز ميديا بلاير. يعمل هذا البرنامج على تشغيل ملفات الصوت والفيديو، ويمكن تشغيله عن طريق هسه نعيد مثلا شغله، اذهب الى الستارت، ومن ثم اذهب ابحث يعني هنا اللي هو ويندوز ميديا سنتر اوكي ميديا بلاير، فاو من خلال الذهاب الى الاول بروجرام هنا حيظهر لي اللي هو جميع البرامج الموجوده مثل ما قلت عندي، هو سهياته الويندوز ميديا بلاير، بالضغط عليه هنا حينفتح وحيحمل لي كل مقاطع الصوت او مقاطع الفيديوهات الموجوده عندي، ومن خلال الضغط على مقطع الصوت مباشره راح يعمل هذا المقطع الصوت. ايضا من البرامج الملحقه اللي هو البينت، وهذا هو برنامج للرسم، ويستخدم لانشاء رسوم بسيطه او لاضافه التعديلات البسيطة على الصوت. فأيضا من إذا أريد أشغله أيضا حروح على الستارت، هو طبعا موجود هنا، بس احنا الطريقة يعني خلينا نسميها يمكن لأن هاي اللي أنت تستخدمها تظهر لك هنا بكثرة. نروح على الأكسسوارز، نضغط عليها ونروح على البينت. هاي إذا أريد أشغله يعني بعدين أنا فقط أريد الرسم، فهنا أقدر من خلال الماوس أقدر مثلا أرسم شو نحتاج إليه. من هنا ايضا اذا حبيت انه امسح اوكي، اذا كنت خطأ مثلا من الرسم او من الكتابه او الى اخره. ايضا ممكن انه اني اقلص صوره اصغر حجمها، بس لازم ننتبه على الريزوليوشن الخاص بها، لان انت راح تاثر على الريزوليوشن. شلون اصغرها؟ اروح هنا على الريسيرز وش اسوي؟ هاي المية مثلا اسويها 50، وش حقول له؟ حقول له اوكي. شنو اللي صار هنا؟ مباشرة صغر الصورة، لكن اكيد اثر، واكيد كحجم زائد الريزوليوشن اثر ايضا على الريزوليوشن الخاص بها، فلهذا لازم ننتبه عندما نريد ان نقوم بعملية تصغير اي صورة، لان من الممكن الريزوليوشن مالتها يعني ينفقد. ايضا من برامج الملحقة هي الحاسبه، والحاسبه وكذلك جيمز الموجود، حيظهر لك جميع الالعاب الموجوده في الحاسبه موجود لدي. ايضا من الشغلات المهمه التي يعني لازم نتعرف عليها اللي هي لوحه السيطره كنترول بانل، اللي هي موجوده هاي على ديسك على سطح المكتب، عند الضغط عليها راح تظهر لك بهذا الشكل. اما اذا بدناها بشكل ثاني تفصيلي نذهب الى هذا السهم ونضغط لارج ايكونز. من ضغطت هنا لارج ايكون ظهرت لي جميع هذه خلينا نسميها احنا الاعدادات الويندوز الموجوده بهاي الصوره. اوكي، خلينا نحاول هسه نتعرف على بعض من هاي الاعدادات. اول واحد راح نتعرف عليه التاريخ والوقت، طبعا هي كلها هنا حسب يعني التسلسل اللي الاحرف، فبالتالي اذا كنت انا احتاج date and time هذا هو موجود حسب التسلسل.
ظهرت أمامي هسا هذا، هاي الغاية من عندها إنه أنا أقدر أغير الوقت والتاريخ. شلون أغيره؟ أذهب إلى تشينج هنا، ضغطنا ننتظر قليلا، ظهر لي هسا الوقت والتاريخ. مثلا أنا عندي الوقت غلط، لنفرض أنا هو الوقت 21، أوكي حتى هنا أجي هنا مثلا، أوكي أظللها الساعة مثلا بالأربعة أو بالخمسة، أوكي هنا لنفرض صباحا، أوكي أيضا منا، وبعدين شو أقول له؟ أوكي هنا أنا بس انتبه على شغلة طلابي، ما قال لي أبلاي، انتبهوا عليها، ما قال لي شنو أبلاي، وهسه أقدر أقول له أوكي. هسه هنا الوقت هي تتغير، الوقت تغير. هسه راح نحاول نرجعه الوقت مثل ما يعني الصحيح، حنحاول من جديد للتعريف، حنقول أوكي تشينج. فسؤالي لكم هنا أنا ليش ما سوى أبلاي؟ عندما قمت بتغيير الوقت والتاريخ ما تلاعب وما قال لي أوكي أنت المفروض أول شيء تأكد، خلينا نسميها هيك إحنا، تأكد رغبتك إنه أنت تريد تغير. هذا سؤال لكم، وأريده بالمحاضرة يعني مكتوب بورقة ويسلم إيه. أوكي. أيضا من أدوات سطح المكتب قبل شوية اللي أيضا تعرفنا عليها، اللي قلنا عليها هي عبارة عن اكسسواريز، هسه منها نقدر أيضا نستخرجها. فسألني مثلا إذا احتاج الوقت فقط دبل كليك عليها، فأسا ظهرت هذه الأداة. مثلا أريد الوذر أيضا، وهنا الحين طبعا يتصل المفروض بالسيرفر على مود يعطيني ال خلينا نقول احنا حالة الجو إلى آخره. أيضا عندنا من الشغلات المهمة من يعني الأدوات اللي تستخدم لتغيير الإعدادات اللي هو ما يعرف الديفايس مانجر. نجي على الديفايس مانجر اللي هو هذا أمامنا، أيضا بالضغط عليه، هذا شنو الفائدة من عنده؟ يستخدم هذا لخيار لمعاينة حالة تعريف كل مكونات الحاسب وملحقاتها. فإذا كان هناك علامة استفهام أمام القطعة، يعني معناته إنه شنو إضافة القطعة غير معرفة. إذا كانت علامة تعجب أمام القطعة التي يحوي تعريفها على نقص أو مشكلة، يعني شلون نجي نباوع هنا أكو علامة إيش تعجب على هذا الديفايس. هذا الديفايس إذا شنو معناته؟ معناته أكو نقص أو مشكلة وين بالتعريف مالته. أوكي شلون أجي أحاول إنه يعني أصلحها؟ المفروض دبل كليك عليه ومن ثم شنو أقول له أبديت درايف وأقول له أوكي. فورما أقول له أوكي مثلا أبديت، إنها حيطلب إنه أوكي أنت يعني أسوي أبحث عنه بالويب وأحاول أدور لك على التعريف مالته وأجيبه، أو إذا أنت كنت خالة بالحاسبة وتريده في مكان ما فأنت لازم تظهر ومن ثم أقول له نيكست. أوكي فالمهم فأنت من خلال هذا الشيء تقدر تعرف هذا الشيء اللي صاير بنقص ديفايس، لأن أنا ظاهر بالأذر ديفايسز. أوكي أيضا عندنا devices and printers، هذا هو أيضا بالضغط عليه إيش راح هنا يظهر لي؟ راح يظهر لي جميع، ثواني، راح يظهر لي جميع مثلا شنو عندي حاسبة، لنفرض أنا هنا منزل تعريف مال حاسبة أو تليفون، هذا هو الماوس، هذا هو تعريف الماوس الموجود اللي أنا أستخدمه، أي شيء أنت موصله هنا، حتى سماعة إذن، تليفون، طابعة، رأسها راح تظهر لك هنا، أوكي؟ راح تتعرف عليها، وبالتالي تقدر هنا تعرف مالتها الخصائص، تقدر توخر لهذا الجهاز إلى آخره. أوكي، أيضا الفولدر أوبشنز وهو خيارات السجل، وهو من الشغلات المهمة جدا. أهم صفة لهذه الأيقونة هي تتعامل ويا مع الملفات المخفية الهيدن فايلز. فمثلا لنفرض خلي بس نشوفكم شغلة، هذا مثلا فايل أنا أريد أسوي إخفاء، كليك أيمن، نذهب على البروبرتيز الخصائص مالته، ننتظر قليلا يظهر لي هاي الشاشة. هنا أنا مكتوب كلمة هيدن، من أخلينا صح مباشرة أبلاي. انتبهتوا طلاب؟ أي شيء أتعامل رأسا المفروض يطلع لي أبلاي، لكن التاريخ والوقت
من طاني هذا الخيار؟ رأسا اتقبل وغير. ليش؟ السبب هذا مثل ما قلت لكم اريده من عندكم. فهسه من اضغط هنا حقول ترى انت هنا راح تغير شغلات بالفولدر، اوكي تريد تقبل انه يعني تريد نسوي ابلاي انه نغير؟ اقول له نعم اوكي. اقول له اوكي. شوفوا هنا شنو اللي صار هسه، هو لحتى انشده ليش مختفى نهائيا؟ هسه حكيتكم ليش مختفى نهائيا. نرجع هنا له مثل ما قلنا اللي هو الفولدر اوبشن، نرجع ونروح على الفيو. شوفوا انتبهوا على شغله هنا ايش كاتب، لان انا ايش خال انه الـ يعني البرمجه انه لا شوف لي كل الفايلات المخفيه. اما اذا قلت له لا اخفي لي كل الفايلات المخفيه، بس ثواني خلينا نصغر هذا ونبعده حتى هذا هو اوكي. هسه ايش راح اسوي اني؟ حطي ابلاي، ننتبه على هذا مباشره اختفى، مباشره ايش؟ اختفى. بنفس الطريقه اقدر ارجعه، شلون ارجعه؟ وين حروح هسه؟ حروح على فولدر اوبشن، روح على الفيو، حقول له شو هيدن فايل، اقول له اوكي ابلاي، ومن ثم نقول له اوكي. هي تظهر بس شبيه يعني خلينا نقول شادو. ليش شادو؟ لان انا لحد الان البروبرتيز مالته انا ايش منطي؟ منطي هيدن. اوكي ارفع هنا هذا الصح، ومن ثم نقول له ابلاي، ايضا نقبل التغييرات اللي حصل، ومن ثم نقول له اوكي. هسه رجع الشكل الطبيعي المن لهذا الفولدر. ايضا من الشغلات الملحقه او يعني حتى نقدر بالاعدادات هو ما يعرف بال programs and future، البرامج والصفات. تستخدم هذه لازاله البرامج المنصبه من الحاسب، واي يعني النصب او من ريدها يعني. طبعا نقدر ايضا من هنا، انا حرجع للطبيعي، انا نقدر من هنا كل البرامج اللي ما ارغبها بالضغط هنا، شنو عندي برنامج ما ارغب في تنصيبه او اني اريد امسحه، اقدر مباشره بتحديد هذا البرنامج، ومن ثم اقول له ايش؟ انستول ذيس بروجرام. اما اذا اريد انصب فد برنامج معين اريد النصبه مثلا، طبعا احنا مثل ما قلنا احنا لا نسوي دعايه لاي برنامج او لاي شركه او الى اخره، وطبعا هذا برنامج هو فري، فبالتالي اوكي من مسموح لي اني انصبه. فدبل كليك على البرنامج الذي ارغب بتنصيبه، راح يظهر هنا يقول لك انت اوكي انت تريد هسه تنصب البرنامج الفلاني، انت متاكد؟ يس اوكي استمر. فمن اضغط على يس حيظهر لي نيكست، اوكي اقول له نعم نيكست ارغب يعني هاي. هسه هو بدا ينصب اوكي البرنامج. اوكي هنا يقول لي عندك شغلات انت لازم يعني تسدها حتى اقدر اكمل بقيه التنصيب. اوكي زين، فتنصب هذا البرنامج، لان يعني هو هذا فقط طريقه التنصيب كله نيكس نيكس. وفي بعض الاحيان اكو بعض يعني خلينا نقول الشروط والاحكام اللي انت لازم توافق عليها، فبالتالي يقول لك موافق او لا توافق، فانت حتقول له اكيد اوافق. اوكي ايضا عندنا هسه من الشغلات المهمه بالاعدادات اللي هي region and language. طبعا نرجع نسوي large مثل ما قلنا هو حسب التسلسل بالاحرف، فنبحث عن حرف الار اللي هو سهنانة، هذا هو اللي انا احتاجه. هذا من هنا شو اقدر اغير؟ اقدر اغير الفورمات اللي هو مثلا انت شو تريد اللغه العربيه، مثلا اقدر اختار اي لغه من اللغات الموجوده وحسب اللغه اللي انا اريدها. اقدر اغير طريقه العرض مال اليوم والشهر والسنه من خلال الضغط على هذا السهم، وبالتالي اختار اي طريقه عرض. طبعا واكيد بعسى من اغير واعتب علي، مثلا اختاريت انه السنه ومن ثم المانث ومن ثم الداي. شوف راسا ايش قال لي هنا ابلاي، انت تسمح بالتغييرات هنا. طبعا لوكيشن المكان اللي انت بيها، اللي انت في العراق مثلا او مثلا في ايرلند او الى اي دوله اخرى انت موجود مثلا بيها. كيبورد اند لانجوج اذا تحب تضيف يعني هنا تضيف هنا مثلا بالنسبه تضيف لغه او تمسح لغه. اما هنا اذا انت تحب تضيف كيبورد جديد
مثلا اذا دست على اد راح يقول لك انت يا كيبورد تحب تضيفه مثلا، اوكي نضيف مجموعه كبيره من الكيبورد انواع الكيبورد. طبعا الكيبورد اللي هو معناته اللغه اللي انت تستخدمها، ممكن تستخدم مثلا اللغه الروسيه او اي لغه ثانيه وتضيفها او الالمانيه، المهم مثل ما قلنا لا نسوي دعايه ولا كل شيء. اوكي عندنا من الشغلات المهمه اللي هو اليوزر، يوزر اكونت. هذا هو اليوزر، هنا المفروض اليوزر اكونت اللي حيظهر لي هذا اللي مثلا اللي هو هذا هو اليوزر المفروض اللي هو الكيميكال، اوكي اللي هو الامر موجود في هذه الحاسبه. زين ايش كم نوع من انواع اليوزر موجود عندي؟ يمكن انشاء حساب يعني او اكثر من مستخدم وين في الحاسبه الواحده حتى يمكن مجموعه من الاشخاص العمل على مثلا الشيء اللي يريده، لكن انا اقدر اخلي فالترتيب معين بحيث انطي لهم صلاحيات يطبع فقط، يقدر يدخل على الويب فقط، هاي صلاحياته، لكن لا يقدر يمسح والى اخره. فبالتالي اذا من هما هذول اليوزر؟ يوجد ثلاث انواع طبعا. اول واحد اللي هو الاداري اللي وثق قبل شوي شفناه، هذا شبيه هذا له الحق تنصيب والغاء تنصيب البرامج، استخدام الطابع، الوصول الى كل اجزاء الحاسبه، السؤال عن كلمه السر بالنسبه للمستخدمين، يعني بين قوسين هو الامر الناهي. الثاني المستخدم العام ستاندرد يوزر، هذا له حق ان له استخدام اغلب البرامج والطباعه وتغيير اعدادات الحاسبه بما لا يؤثر على امنيه الحسابات الاخرى، لكنه لا يمكنه تنصيب او الغاء تنصيب البرامج. الضيف الجست له حق استخدام اغلب البرامج بس ليس له حق الطباعه وليس له حق التغيير، اوكي تغيير اي من اعدادات الحاسبه، لا يمكن تنصيب او الغاء البرامج. فهنا من نجي نباوع هنا اول واحد انشاء، شوف هذا انه اذا اريد انشاء كلمه سر هنا اللي هو اذا اريد اغير الصوره مال هذا الحساب، هنا اذا اريد اغير خلينا نقول التسميه او الاسم مال هذا الحساب، تغيير اسم مستخدم الحاسبه الى اخره. وهنا انشاء مستخدم جديد مثل ما قلنا واحد من انواع المستخدمين الجدد. من الشغلات المهمه طلاب يعني اللي يجب ان يعني نعرفها ونفهمها اللي هو مختصرات لوحات المفاتيح. طبعا هذه هي لوحه يعني المختصرات اللي يعني ان شاء الله تفهموها وتطبقون عليها. مثلا من عندها ما راح نحكيها كلها بس هي مطالبين تطبقونها، اول واحد اللي هو الانتر يعني الموجود المفتاح الانتر الموجود في لوحات المفاتيح. شنو عمله؟ يكافئ النقر المزدوج على الايقونة المحددة او اختيار الزر المحدد في مجموعة من الاختيارات. يعني انا هسه هنا الانتر اقدر احدد اذا اقدر احدد مثلا الايقونه اللي احتاجها او افعل الايقونه. ايضا عندنا مفاتيح الاتجاهات مثل ما تشوفوها امامكم، هذا اقدر انا من خلال هذا المفتاح الاتجاه، شلون هسه تشوفون هسه هذا المؤشر انا حركته من خلال هسه اضغط انا على المؤشر نحو الاعلى، المؤشر ذهب بس نحو الاسفل، اوكي هسه على الجوانب، اوكي هسه هكذا، هذا كله من خلال ايش؟ مفاتيح الاتجاهات. مفتاح الديليت شي يسوي هذا؟ امسح، يكافئ امر المسح الديليت او انظلل ومن ثم شو اقول له؟ ديليت. مفتاح المسح للوراء الباك سبيس يكافئ مفتاح الرجوع اللي هو هذا شكله. هذا مباشره اذا من خلال الكيبورد اضغط على المفتاح راسا راح يمسح حرف حرف حسب الحرف، يعني يرجع نحو الخلف ويمسح الحرف الموجوده فيه. هذه العلامه الموجوده في الكيبورد اللي هي الستار. هذه العلامة يكافئ نقرة على الزر اليمين أي إظهار قائمة الخيارات. الكابس لوك تثبيت الحروف الكبيرة، يعني يحول لي من حرف صغير إلى حرف كبير عند الضغط عليه خاصة باللغة الإنجليزية. بإلغاء هذا الخيار لازم أرجع من جديد أضغط عليه. الهوم معناته الهوم إذا كان المؤشر بالبداية يعني في مكان ما وأضغط الهوم وين يروح المؤشر؟ يعني مثلا
من أضغط عليه المفروض هذا المؤشر راح يذهب إلى البداية مال الكتاب. عشان انتقل لهنا، أوكي هنعيده هنا هسه أنا خليته، بس كونه هذا بي دي اف طلاب انتبهوا هذا بي دي اف، لو كان وورد حيروح على الكلمة على الأولى بالسطر، بس هذا الملف هو بي دي اف، فانضغطت أيضا انتقال إلى هنا إلى آخره من هاي المختصرات. عندكم كترة زائد سي اللي هو الكوبي نسخة عناصر، كترة زائد اكس اللي هو الكات قط العناصر قص العناصر، كترة زائد اس اللي هو السيف اللي هو خزن التغييرات على الملف. هاي طبعا كل المختصرات يجب أن تنحفظ وتكون مفهومة لديكم. أشكركم حسن استماعكم ونلتقيكم في محاضرة.